اهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. معانا النهاردة كنترول عربية كية ومعانا مبرمجة الكيتاج. هنتعلم النهاردة ازاي تقرأ كنترول الموتور او كنترول السيارة عن طريق مبرمجة الكيتاج. مبدئيا كده قبل ما نخوض التجربة ونستخدم برنامج الكي سايت او مبرمجة الكيتاج في قراءة الكنترولات، لازم نعرف ان احنا معانا كنترول ماركت بوش، والعائلة او الكود بتاعه او الكنترول ده من عائلة كيا و 17911، ده رقم الكنترول. وطبعا هنفك الكنترول من جوه وهنروح على برنامج الكي سايت علشان نعرف هنشتغل على الكنترول ده ازاي. وما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي انا هنزلها الوقت الجاي بالقناة. ولو حابب تتعلم وتعرف اكتر عن صيانة السيارات واصلاحها، هتلاقي بالقناة مجموعة من قوائم التشغيل او البلاي ليستس فيها ميكانيكا السيارات وصيانة كهرباء السيارة وكمان السنتر لوك او ابواب السيارة وطرق شحن تكييف السيارة واكتشاف الاعطال وصيانة كومبريسور المكيف وكمان التعديل على حساسات السيارة وطريقة استخدام اجهزة كشف الاعطال والتكويد لجميع اجزاء السيارة. مش بس كده، ده كمان صيانة كنترول السيارة سواء هاردوير او سوفتوير. علشان تبدأ تستخدم مبرمجة الكيتاج في سحب الملفات او كتابة الملفات الخاصة بالسوفتوير بتاع الكنترول، بتبدأ تستخدم البرنامج الخاص بيها اللي بيكون متسطب في الكمبيوتر او اللي موجود على الاسطوانة اللي هو الكي سايت. وكنا في الحلقة السابقة اتعلمنا ازاي تعمل انستول او سيتاب لبرنامج الكيتاج والتعريفات. هنيجي النهاردة معانا كنترول هيونداي وكيا وهنشوف ازاي نبدأ نشتغل على برنامج الكي سايت او مبرمجة الكيتاج. بتيجي هنا بتدوس كليك يمين run as administrator، بتدوس yes، وبتنتظر اني البرنامج يفتح. طبعا هنا انت في معاك نظام اليخوت، الجرارات، العربيات النقل، الموتوسيكلات، العربيات. طبعا في 2 اوبشن، عايز تشتغل بموديل العربية، يعني تقول له انا معايا عربية مثلا مازدا، تقول له انا معايا عربية ميني، تقول له انا معايا عربية ميتسوبيشي، ايا كان. وفي نظام البروتوكول. ايه هو نظام البروتوكول اللي انا هشتغل عليه؟ نظام البروتوكول بيقولك انت موديل الكنترول ايه، يعني انت معاك كنترول موديل ايه عشان تبدأ تشتغل عليه. طبعا ده بيكون مكتوب على الكنترول من الخارج او على حسب ما الكنترول بيبدأ يتقسم. يعني احنا هنشتغل على فئة الكنترول 17911. طبعا هنا بيقولك الكنترول ماركت بوش EDC17. طبعا في بقى الكنترول ده BMW وغيرها من السيارات، الهوندا، الاسوزو، الايفيكو، الجاكوار، كل ده. انا طبعا هشتغل على كنترول هيونداي وكيا. طبعا هنا انت بتيجي تختار الكنترول، لو جيت دخلت قلت اوكي، وهنا جيت بيقول لي نوتيفيكيشنز والكلام ده، بتيجي عند الانستراكشنز وبتدوس كليك هير، بيطلع لك شكل الكنترول. طبعا ده الكنترول الكبير، ده مش انا اللي هشتغل عليه، مش هو ده الكنترول اللي انا عايز اسحب منه نسخة السوفت وير. فبدوس كنسل وبرجع اقلب كده تاني لغاية EDC17 لغاية لما الاقي ماركة هونداي وكيا مرة تانية. اجي اقلب الفاج، الفولفو، الكي تي ام، الكيا والهاينداي من عائلة 339 فاميلي 339، واروح دايس اوكي. تمام، باجي عند الانستراكشنز واروح دايس هير، وبيقول لي انت هتشتغل على كنترول 17911. ايوه هو ده كنترول ال 17911 اللي انا عايز اشتغل عليه، وبروح دايس كليك هير. اول حاجه بيعملها لي بيقول لي هو ده شكل الكنترول، بيجيب لك صوره لايف من شكل الكنترول، وبيقول لك هنا ان الحته دي اللي انت هتوصل عليها سلكه البورت.
حاجة بسيطة جدا وحاجة سهلة جدا وكل حاجة جميل جدا. بيقول لك هنا direct connection، انت عايز توصل حاجات مباشرة او اسلاك مباشرة، بندوس على كلمة direct connection. بيجي يقول لك انت تستخدم الكابل رقم 14B600KT02، وبيقول لك سلكة البوت هنا هو جنب البروسيسور. طيب انت هتعرف الحاجات دي ازاي؟ الموضوع سهل جدا، بتيجي تنزل تحت كمان بالماوس، بيجي يقول لك ده شكل الكيبل بتاع الكنترول، مجموعة البنات كلها. طبعا انا هوري لك دلوقتي احنا هنوصل ازاي. بيقول لك ان هو انت الجنب الاحمر ده، هوريه لك اهو، بيقول لك البناية رقم 5 و18 و30 بتبدأ توصلهم بالكيبل الريد او الاورنج، الاحمر او البرتقاني اللي هو 12 فولت. انت ما تشغلش بالك بالارقام، لو انت مش عارف الارقام ما تشغلش بالك بيها، انقل الصورة دي زي ما هي كده وتوصل عليها الاسلاك. بمعنى ان انا هوصل هنا الكابل الاحمر والبنة دي الاحمر، ولو في بنة احمر تاني وصلها، ما كانش يوصل الاورنج لانها 12 فولت، يبقى كده وصلنا اول حاجة كهربة الكنترول. بعد كده البنة رقم 3 هتوصل فيها البلاك اللي هو الجراوند او الارض بالشكل ده، دي البنة رقم 3، مالكش دعوة برضو بالارقام، انت اشتغل نفس الصورة. وبعد كده بيقول لك الكان هاي اللي هو الكان اتش اللي هو ده، بتعد انت بقى تبدأ تعد كده هوت البنات وتوصل نفس النظام. والكان لو اللي هو الجرين البنة 79، تقعد توصل الوان الاسلاك اللي موجودة عندك في الكيبل اللي جاي مع مبرمجة الكيتاج، وده هوريه لكم حالا دلوقتي بالتفصيل. طيب بالنسبة بقى للسلكة اللي هي البوت ديت، بتيجي بمكود اللحام بتبدأ تطلع منها سلكة تلحم فيها، وبتوصلها بايه بقى؟ بيقول لك هنا السولدرد واير، يعني السلك اللي هيتلحم لونه جراي اللي هو الرمادي، وذ اليجيتور كليب اللي هو مع المشبك، ده هو البوت اللي هيبدأ من خلاله يتم سحب السوفت وير بالشكل ده. زي ما واضح قدام حضراتكم مبرمجة الكيتاج وكنترول او عقل او كارتة محرك السيارة بالشكل ده. طبعا مبرمجة الكيتاج هنا اماكن توصيل الكابل الخاص باليو اس بي اللي بتوصل بالكمبيوتر او باللابتوب، وكمان الادابتور الخاص بيها للباور، وفي الجنب ده الكابل اللي خارج منه مجموعة اسلاك التوصيل بالشكل ده. طبعا هنا في اسلاك بنفسجي، برتقاني، اصفر، ازرق، احمر، اسود، جراي، ابيض. احنا هنستخدم في الكنترول ده زي ما اتكلمنا، ادي السلكة اللي هنلحمها بمكوة القصدير، حاول اوضحها، هي دي السلكة اهي، وطبعا هتتوصل بالكابل الجراي الرمادي. بقية اسلاك التوصيل ادي السوكت بتاع الكنترول اهو موصلينهم بنفس النظام. لو تلاحظ اني في السلكتين الحمر ومعاهم انا موصل الاورنج، لاني اللون الاحمر والاورنج الكهرباء زي ما هم برضو قايلين، وموصل الكان هاي والكان لو، وموصل السلك الارضي. وتعالوا نقرا الكنترول ونقرا من عليه السوفت وير. بعد ما بتوصل الحاجات دي كلها بتبدا تدوس اوكي. بيجي يقول لك انت هتشتغل على كنترول ايه، هقول له انا هشتغل على ال 17911 واروح دايس اوكي بالشكل ده. طيب انت عايز تعمل ريدنج تقرا السوفت وير ولا رايتنج؟ لا انا عايز اعمل ريدنج، فبروح دايس على كلمه ريد. بيقول لك هنا ايدنتيفاينج اي سي يو، هتلاقي طبعا مبرمجه الكيتاج بدات النور بتاعها يرعش معاك كده، بدأت تقرا الكنترول بالشكل ده. ك
كده 100 100، وهيقول لك reading device info بيقرا معلومات الجهاز، وهيطلع لك الاي دي هنا هوت وكل حاجه. بدا يقرا وقال لك السيكتور، ويبدا بقى يحمل لغايه لما دي توصل كلها لغايه 100%. طبعا الكنترول ده رايته سريعه، في كنترولات ممكن تاخد معاك وقت طويل جدا، لكن الكنترول هنا بيقرا بسرعه. طبعا انا هسرع الفيديو عشان ما نضيعش وقت. طبعا وصلنا ل 97%. بعد كده بيقول لك ريدنج ابروم، بيقول لك ويت بليز ذا اوبريشن مي تيك سيفرال مينتس، بيقول لك الموضوع ممكن ياخد بعض الدقائق. وصلنا لل 100%، هو كده بيبدا يجهز الفايل. شوف بقى الخطوه اللي بعد كده هيبدا يعمل ايه. هتلاقي المبرمجه فتحت لك الملف اللي هتعمل فيه ايه، اللي هتسيف فيه الفايل. طبعا هنا انا عامل السوفتات، عامل لها فولدر، وهنا الكية ال 17.9.11 اللي هو هنا زي ما انا مقسمهم، وهعمل فولدر جديد نيو فادي مثلا. واروح كاتب هنا هوت الاسم بتاع الفايل فادي، واروح دايس كلمة سيف. بيجي يقول لك Do you want to save this file separately؟ روح دايس يس. يقول لك The operation completed successfully. اوكي، كده انت عملت نسخة احتياطية من الفايل بتاع الكنترول ده. جبت مثلا كنترول جديد وعايز تنقل عليه الفايل بتاع عربيتك، يبقى كده انت مش هتحتاج تفتح شفرة ولا تغير شفرة ولا تعمل مفتاح. اخدت نسخة احتياطية من الكنترول ده وعنته عندك. لا قدر الله حصل حاجة في الكنترول، تجيب كنترول جديد تحط عليه السوفت وير، شكرا العربية اشتغلت. طب انت عايز تكتب الفايل، بتيجي عند كلمة رايت وبتختار الفايل اللي انت عايزه بالشكل ده، تمام فادي، وتروح دايس اوبن وكاتب، ونفس النظام المرة التانية في الابروم، وشكرا.